يقول في بلدنا بعض المذاهب إذا فاتت المأموم الفاتحة مع الإمام وأدرك الركوع في الركعة الأولى بعد أن يسلم الإمام يقوم المأموم ويقرأ الفاتحة ثم يجلس ويسلم، ما حكم هذا العمل؟ هذا ما هو صحيح. من جاء والإمام في الركوع يركع معه ويتابع الإمام، والجمهور على أنه أدرك الركعة والفاتحة سقطت عنه لأنه فات محلها، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب وهو راكع ودخل في الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إعادة الركعة، ما أمره بإعادة الركعة وإنما نهاه عن العجلة فقط. هذا دليل الجمهور. ذهب جماعة من المحدثين كالإمام البخاري غيره إلى أنه لا يدرك الركعة، فعليه أن يأتي بركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، ولكن الدليل مع الجمهور وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه مدرك للركعة. نعم. ماذا نقول في دعاء الصلاة على الطفل؟